رمضان كريم عليكم واهلا بيكم في انوبا مايوجا مع فرح. كذا حد سألني لو هعمل فيديوز لرمضان، وانا بصراحة كنت هزتنت شوية اني اعمل فيديوز ليها علاقة باليوجا ورمضان في نفس الوقت، علشان بخاف الناس تفهم اليوجا غلط او تفتكر ان اليوجا حاجة دينية، علشان اليوجا is not a religion خالص. اليوجا هو practice و studies و systems قديمة جدا 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 ليها علاقة باللايف ستايل بتاعنا وطريقة حياتنا وطريقة تنفسنا وحركتنا والوعي بتاعنا، وده مش بيتناقض مع الأديان بأي طريقة، لا بالعكس، ده actually ممكن يخلي التعبدات اللي الشخص بيعملها مع ربنا تكون أقوى. وعامة هي حاجة personal شوية، بس أنا أكتر وقت فعلا تعمقت فيه في اليوجا في حياتي كان وقت رمضان. فأنا من الناس اللي بتقتنع جدا إن شهر رمضان ووقت الصيام هو من أحسن الأوقات اللي الواحد يبراكتس فيه يوجا ويفهم اليوجا بشكل أعمق، علشان زي بالظبط ما الصيام في رمضان مش معناها الصيام عن الأكل والشرب بس، هي صورة أكبر وأوسع من كده بكتير جدا. اليوجا برضو هي مش عبارة عن تمارين جسدية وستريتشز بس، هي حاجة أكبر وأعمق من كده بكتير جدا برضو. فأنا رمضان ده هعمل فيديوز فيها مواضيع مختلفة، مواضيع ليها علاقة بالدروس اللي ممكن نتعلمها من اليوجا، وإزاي دي ممكن تساعدنا في صيامنا، وإزاي صيامنا ممكن يساعدنا برضو في البراكتس بتاع اليوجا. هنتكلم عن تمارين تنفس وإزاي دي ممكن تساعدنا في التعامل مع الجوع أو العطش، وبرضو هنعمل شوية تمارين مع بعض ممكن تتعمل قبل الفطار أو قبل السحور، علشان فعلا ناخد بالنا من جسمنا وإحنا صايمين. في الدراسات والكتب والسيستمز بتاعت اليوجا، جسم الإنسان متقسم لخمس طبقات، حاجة اسمها 5 koshas أو 5 layers اللي بتعمل شخصيتنا وجسمنا. فإحنا هنتكلم النهاردة إن إزاي وقت الصيام بيدينا مساحة إن إحنا فعلا نجت إن تاتش مع الخمسة layers بتوع جسمنا دول ونغذيهم كويس جدا. قبل ما نبدأ عايزة أكلمكم على حاجة مهمة جدا في اليوجا، ودي موجودة في الهاتا يوجا براديبيكا، وده من أهم الكتب بتاعت اليوجا، وهي التادفا نيانا أو الديسكريمينيتيف نوليدج أو معرفة التمييز عامة. دي حاجة أساسية جدا في اليوجا، إن لما يكون في معلومة أو معلومات أنا محتاجة أميز إيه الحقيقي وإيه اللي مش حقيقي بالنسبة لي. يعني أنا مش أي معلومة أسمعها محتاجة أخدها بطريقة حرفية وتبقى هي كده وخلاص، لا، اليوجا أصلا بتقول لنا إن دي من الستبس اللي بتسهل اليوجا جيرني بتاعتنا والرحلة بتاعت اليوجا بتاعتنا، إن أنا فعلا أميز المعلومات، ما أخدش كل حاجة حرفية. فكل عامة المعلومات اللي هتقروها take it with a grain of salt، الحاجة اللي أنا مقتنعة بيها وحاسة إن هي هتضيف ليا حاجة أو أنا عايزة أعيش بيها أنا هاخدها. المعلومة اللي حاسة إن هي it doesn't really serve me أو أنا مش مقتنعة بيها قوي أو هي مش متماشية مع البليف سيستم أو معتقداتي في الحياة، أنا ليا الحرية الكاملة برضو إني ما أخدهاش. This is part of yoga، ده جزء كبير جدا من اليوجا، إني أخد كل حاجة بتمييز with a grain of salt. ففي اليوجيك سيستم والستاديز زي ما قلنا، جسم البني آدم مكون من 5 طبقات أو 5 layers، الأنومايا والبرانامايا والمانومايا والفيجنيا مايا والأناندا مايا. فاحنا هنتكلم عن كل layer من layers دي وإيه علاقة الصيام بيها. أول layer هو الأنامايا. الأنامايا هو الفيزيكال بودي بتاعنا أو جسمنا الملموس، جسمنا الفيزيكال اللي هو بيكون من عظم ودم وعضلات وجلد وكل الحاجات دي. معنى كلمة أنا عامة يعني أكل، فإحنا اللي بيكون الفيزيكال بودي بتاعنا هو الأكل والشرب اللي إحنا بنشربه. فإحنا في رمضان بنعرف نجت ان تاتش مع اللاير ده جدا. ليه؟ علشان احنا بنغذي الفيزيكال بودي بتاعنا اكتر، بننضفه من التوكسينز والاكل اللي طول السنه بناكله اللي بيبقى متراكم في المعده بتاعتنا، وبندي الجهاز الهضمي بتاعنا ابريك يتنفس. طبعا لو صبنا صح، مش لو كلنا طبق كنافه بعد الفطار. يعني المغزى الحقيقي من الصيام ان احنا فعلا ناكل بالراحه ونكونسيوم حاجات اقل وناكل اللي جسمنا محتاجه بس، ما نبقاش بنجري ورا الشهوات بتاعتنا وقاعدين ناكل ده وده 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 وده. فاحنا علشان نتواصل مع اللاير ده فعلا
محتاجين نركز فعلا على الهيلث بنفيت بتاع الصيام علشان نعرف نفيد الفيزيكال بودي بتاعنا. وطبعا مع الصيام احنا بنقدر ناخد بالنا من الانا مايا والفيزيكال بودي بتاعنا ثرو الاساناز والوضعيات بتاعه اليوجا والتمارين بتاعه اليوجا وطريقه قعدتنا ووقفتنا وطريقه نفسنا. كل الحاجات دي مع الصيام بتخلينا نتواصل جدا مع اول لاير مع جسمنا وصحتنا الجسديه. تاني لاير هو البرانا مايا. البرانا في اليوجا معناها الطاقة أو الحياة، الانرجي اللي هي بتدينا الحياة. وفي اليوجا الطاقة دي بتمانيفست في النفس، النفس اللي احنا بنتنفسه اللي بيملى اللونجز بتاعتنا واللي بيبعت اكسجين في جسمنا. الاكسجين هو اللي بيدينا الحياة، فالنفس معاه اكسجين ومعاه برانا. فالبرانا في اليوجا هي دي الحاجة اللي بتدينا الحياة وهي اللي بتخلينا عايشين بشكل عام. ولما بنعمل برانياما او تمارين تنفس في اليوجا احنا بنساعد الجهاز التنفسي بتاعنا ان هو يبقى اقوى، وفي نفس الوقت بنحاول نبالانس اوت الانرجي جوه جسمنا. فاحنا لما بندي بريك لجهازنا الهضمي ومش بنبقى كبسين على نفسنا وقاعدين بناكل كتير، بيبقى عندنا مساحة ان احنا نتنفس اكتر، بطننا فاضية فممكن نتنفس بطريقة اسهل، ناخد نفس عميق ونطلع النفس. فده بيساعدنا فعلا ان احنا نعرف نوزن البرانا في جسمنا. وبرضو احنا لما بنصوم عن النيجاتيفيتي، برضو مفروض نصوم عن الانجر ونصوم عن الكذب ونصوم عن العصبية وكل الحاجات دي، ونشفت تركيزنا في حاجات مختلفة، في الطيبة، في الكمباشن، في ان الواحد يبقى بوزيتيف، ان الواحد يساعد الناس. فالبارادايم شيفت اللي احنا بنعمله في البراكتسز بتاعتنا ده بيساعدنا ان احنا نبالانس اوت الطاقة اللي جوانا ونجددها. تالت حاجة هي المانو مايا او العقل، الجسد العقلي بتاعي. اليوجا مش بتبص للعقل على اساس ان هي حاجة صغيرة وبسيطة، لا، اللي بتبص للعقل على انه جسد كامل. العقل هو اللي بيديني الconsciousness والوعي بتاعي، فهو جزء مهم جدا في layers بتاعت الجسم بتاع البني ادم. فانا ازاي وفي وقت الصيام باخد بالي من العقل بتاعي او my mind و my mental state؟ بجد انتاج اكتر مع نفسي ومع افكاري ومع وعي، علشان انا لما بصوم ببعد نفسي عن المغريات او الحاجات اللي بتلهيني في الدنيا شوية وبتخليني مفكرش. يعني مثلا في حد ممكن هو ستريسد يلهي نفسه بيقوم شارب سيجارة، حد ممكن يحاول يغير تفكيره او يغير الثوتس بتاعته بكوباية قهوة، في حد ممكن ياكل ستريس ايتينج، ام ستريسد فانا هاكل اكل كتير عشان الهي نفسي، هاكل شوكولاتة علشان اتبسط. فمش بيبقى عندي مساحة اني فعلا I get in touch with my mind علشان في a lot of distractions حواليا. وطبعا في وقت الصيام الواحد بيعمل عبادات وبيتأمل وبيقعد يفكر ويcontemplate وكل الحاجات دي بتساعدني اني I get in touch اكتر مع my own mind. فانا لو I'm stressed او I feel negative او متضايقة شوية وفي حاجات كتير في ذهني وفي عقلي مضايقاني وانا صايمة، مش هعرف اهرب منها، او الصح اني مهربش منها، الصح اني اقعد واواجهها واتأمل واصلي واشوف انا عايزة اتعامل مع الحاجات اللي بتحصل في ذهني دي ازاي، علشان انا مش هعرف اهرب منها بطبق مكرونة او حتة شوكولاتة، لا there's no way خلاص. فده بيخليني اهتم بالمانو مايا او اللير اللي هو ليه علاقة بالذهن بتاعي، اصفي الذهن بتاعي. رابع حاجة هي الفيجنيا مايا. فيجنيا مايا يعني intellect و wisdom او الفكر والحكمة. وطبعا هو اصلا حاجة اساسية جدا في رمضان وفي الصيام، فكرة التفكر، ان الواحد يتساءل ويفكر ويقرأ ويفهم اكتر انا ليه بصوم، فايدة الصيام ايه، افهم اكتر عن ديني اللي انا بصوم علشانه، اقعد اقرأ اتفكر اقوي الحكمة اللي عندي، ازود المعلومات اللي عندي. فاحنا في رمضان بيبقى عندنا مساحة ان احنا نجت ان تاتش جدا برضو مع اللاير ده فينا، لاير الحكمة والمعلومات والفكر والتفكير وكل الحاجات دي. خامس كوشة او خامس لاير في اليوجا هو اناندا مايا. اناندا يعني بلس، يعني نعيم. فاللاير ده اكتر لاير ما ينفعش يتوصف، it can't be explained، علشان فكرة البلس او فكرة النعيم دي حاجة سبجكتيف جدا، كل حد بيعيشها وبيجربها باكسبيرينس مختلفة. ففكرة الأناندا مايا دي هي اللحظة just this sweet moment اللي الواحد ممكن يحسها وهو بيعمل أي حاجة. ف
ففي وقت رمضان لو الواحد بيعمل عبادات البليسفل مومنت دي الواحد ممكن يحسها وهو بيصلي او بعد ما يخلص صلاة او هو بيدعي او بيتمنى حاجة. فالواحد لما بيدعي عامة او بيتمنى حاجة مش بيحتاج يحط اللايرز السطحية اللي عليه او السوبرفيشال عشان مفيش حد شايفه. انا بدعي، انا بوش حاجة من قلبي بتمناها، فبتمناها وهي طالعة من قلبي مش بأي طريقة سطحية، بتبين my true true self. انا ممكن اقول لكم اكزامبل تافه جدا عن فكره بينج ماي ترو سيلف، الشخصيه الحقيقيه اللي جوايا. ان وانا صغيره كانت دايما مامتي بتقولي ما تتكسفيش تدعي اي حاجه، فكنت لما بصلي وبسجد تقريبا قعدت مثلا شهر وانا بصلي بدعي ان بابايا يجيب لي عروسه براتس. انا كان نفسي جدا في العروسه دي، وطبعا هتكسف ابين للناس ان دي اكتر حاجة انا كنت وقتها بتمناها، لكن وقت ما انا خلاص انا I'm in touch with باطني من جوه عامل ازاي، انا ممكن اكون في قمة البساطة والتفاهة وتكون دي اكتر حاجة انا من جوه بتمناها. انا مش مكسوفة، I'm my true self و I'm praying، بدعي ربنا لحاجة انا من جوه عايزاها. فهي دي فكرة البليس، ان انا بكون my true self، الشخصية الرو بتاعتي، بتواصل مع باطني انا من جوه عاملة ازاي. وبأكسبيرينس مومنتس ما ينفعش تتشرح قوي، هي مومنتس كده بتتحس بس. وده طبعا يعني احنا ممكن نحس بيه في رمضان او نحس بيه في حاجات تانية برا رمضان او برا العبادات. يعني انا المومنتس اوف بليس دي انا ممكن احس بيها لما بنزل البحر، يعني انا لما بدخل البحر بحس ببليس، بحس بشعور انا مش عارفة explain it، شعور right from my heart، right من ال true self بتاعي انا. فزي ما انتوا شايفين اليوجا بتبص للجسم وللشخصيه بطريقه مالتي لايرد، فيها لايرز كتير جدا، فيها لايرز فيزيكال اللي هو الفيزيكال بودي، وفي لايرز اللي هي ساتل اللي هي الساتل بوديز اللي هي احنا بنحاول نشتغل عليها اكتر في اليوجا، الروح بتاعتنا، النفس بتاعنا، الوعي بتاعنا، كل الحاجات دي. فوقت الصيام وقت رمضان وقت جميل جدا ومناسب جدا ان احنا نتواصل مع الفيزيكال بودي بتاعنا، ترو ان احنا نهتم بيه، ناكل اكل كويس، نبراكتس وضعيات يوجا واسانز بطريقه فيها وعي، ممكن نتواصل مع البرانامايا اللاير اللي فيه الطاقه والنفس بتاعتنا، ترو ان احنا نعمل تمارين نفس كتير، ممكن نتواصل مع عقلنا ان احنا نمديتيت اكتر ونتامل اكتر وفعلا نقعد مع تفكيرنا من غير ما نلهي بالمغريات والحاجات الكتير قوي الدنيوية اللي بنعملها في أيامنا العادية، ونحاول فعلا slow down وناخد الوقت ده ان احنا نتواصل مع our multi layered personalities. بس فده اول درس او يوجا فيديو، فاتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، واتمنى ان انتوا فعلا تاخدوا الوقت ده علشان تتواصلوا مع شخصيتكم الحقيقيه your true selves، وفعلا تغذوا الفايف كوشز او الخمس طبقات بتاعت جسمكم. فلو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك، ولو عندكم اي طلبات او ريكوستس ليها علاقه برمضان واليوجا او اي اسئله اكتبوها لي في الكومنتس، ولو عايزين تشوفوا فيديوز اكتر اعملوا لي سبسكرايب، وممكن تدوسوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب علشان يجيلكوا نوتيفيكيشن لما انزل فيديو جديد. ورمضان كريم again، نمستي.